أهلا بكم يا برج الجدي في التوقعات العامة لشهر ديسمبر 2019. هنعمل مع بعض دلوقتي إن شاء الله التوقعات العامة عن العاطفة، العمل والمال، الوضع الصحي وكمان الوضع الدراسي. أتمنى إن التوقعات تعجبكم إن شاء الله. طبعا يا برج الجدي، لو حضرتك كنت أول مرة بتشوف الفيديو أتمنى إن أنت تدعمنا بلايك. كمان لو حضرتك كنت جديد وأول مرة بتشوف القناة يشرفني انضمامك لأسرة القناة بأنك تعمل سبسكرايب. كمان اللي ليه أي أسئلة أو أي استفسارات تحت الفيديو هيلاقي وسائل التواصل موجودة. فخلونا نبتدي مع بعض. هو انت شكلك مهتم بشكلك قوي وواخد بالك من نفسك قوي الفترة دي يا برج الدلو، يا برج الجدي سوري، بسبب انه انت اتطعنت في ظهرك، يعني انت قلبك مكسور، وحتى انت هنا هو واخد التلات سيوف وهنا مسلم امرك لربنا يعني، وتقريبا يعني انت اتخذلت، وبعد ما اتخذلت قررت ان انت تعيش حياتك وتشوف نفسك، قررت ان انت تهتم بنفسك قوي، تلعب رياضة، تاخد بالك من لبسك، تخرج، تقضي وقت، قررت ان انت تكون شخص معروف وحواليك ناس كتير، وقررت ان انت تنتقم، بس تنتقم بان انت تكون شخص ناجح وشخص جذاب وحواليك ناس كتير، يعني ده قرارك في الوقت الحالي او دي الطاقة بتاعتك، يعني قررت ان انت تبتدي بداية جديدة مع الذات، وان انت تطور من نفسك، تطور من شغلك، تطور من شكلك، وبادئ بدايات جديدة بعد ما اتخذلت كتير. وتقريبا يعني الشخص اللي خذلك ده هو ندمان، نفسه ان هو يديك حقك، لكن حاسس ان انت برضو خلاص يعني قفلت الموضوع وبصيت للامام، يعني الشخص انت اوريدي في الطاقة دي والشخص ده شايفك بالشكل الصحيح يعني، وبالتالي هو شايف ان الموضوع خلاص انهار، وان هو لو جه كلمك انت مش هتعبره، وخلاص شفت ان انت حياتك افضل ان انت تبص للامام، وعلشان كده يعني هو متعلق في العلاقة دي وسايب الموضوع للقدر، لما يشوف امتى هيرجع يعرف يتكلم معاك تاني، لكن تقريبا انت مش هتديله وش، وخلاص بصيت للأمام يعني، لأن انت قلبك اتكسر قوي يعني. ممكن انتوا تكونوا كنتم متجوزين وانت اتطلق وانت واتطلقتوا يعني، وارد، وانت بتفكر كتير في الفترة دي وشايف ان من مصلحتك ان انت تبعد وان انت تشوف حياتك بعيد عنه. هو مش عارف يعني، هو بيحبك قوي وندمان ومتردد اصلا، مش عارف يجي يكلمك ولا لا، لانه حاسس ان هو لو جه يكلمك انت خلاص هتقطع معاه، و خلاص انت خدت قرار يعني. فهو تقريبا يعني حاسس ان انت هتجرحه ممكن، او هتقوله انا مش عاوز اكلمك تاني، وانا هو خايف من كده، وعلشان كده هو نفسه في بداية معاك، لكن حتى لو هيعملك حاجة ممكن هيعملك حاجة صغيرة يجست بيها نبضك، يشوف انت الفيدباك بتاعك او ردك هيكون ايه، لانه هو حاسس ان انت خلاص يعني مش هتديله وش ومش هتعبره، ويمكن تقوله كمان انا مش عايز اعرفك تاني يعني، وارد. ده بالنسبة لوضعك العاطفي. بالنسبة لوضعك في العمل، انا شايف ان انتوا ممكن تكونوا سبتوا الشغل مثلا وابتديتوا بيزنس خاص مع نفسكم، او بتفكروا في الموضوع ده بسبب ان انتوا برضو تعبانين في شغلكم ده، وحاسين ان هو
قيمتكم اكبر من كده، وان انتم عندكم سكيلز وتقدروا ان انتم تدوا اكتر من كده في مكان تاني. فممكن تكونوا بتفكروا ان انتم تبتدوا بيزنس لوحدكم، او تشتغلوا في حاجة ليها علاقة بالفن او بالديزاينات والحاجات دي يعني. وتقريبا انتوا خلاص قررتوا وعرفتوا انتوا عاوزين ايه، وحطيتوا الهدف لنفسكم. وممكن تكونوا لسه يعني ما خدتوش خطوة، لكن على الاقل عرفتوا انتوا عاوزين ايه. وانا شايف ان ان شاء الله في فرصة ان انتوا تحققوا اللي انتوا عاوزينه ده، لكن غالبا انتوا محتاجين مساعدة حد، مش هتعرفوا تشتغلوا لوحدكم، محتاجين تيم وورك. والموضوع بس محتاج منكم شوية تخطيط، ولكن مش كتير. وان شاء الله سوري ان شاء الله تقدروا توصلوا للي انتوا عاوزينه. حتى لو انتم مش ما عندكوش هدف، ابتدوا حطوا لنفسكم هدف واشتغلوا عليه. صحيا شايف عندكم حالة كبيرة من التردد والعناد، ممكن برضو تكون انت بتعند مع الشريك، يعني خصوصا انت برج الجدي يعني. ف في عندكم بس طاقة عند المشاكل اللي عندكم نفسية اكتر ما هي جسمانية. لو جسمانية ممكن يكون عندك تعب في الرجل، في المفاصل، او في الدماغ، وجع في الراس. لكن على الأغلب أنا شايف أنت عندك حيرة وطاقة كبيرة من التردد والعند في نفس الوقت، فحاول أن أنت تقلل من الطاقة دي. الطلبة منكم مش شايف أن أنتوا عندكم أي مشاكل، أموركم الدراسية ماشية تمام جدا. ممكن تقابلوا حب جديد في دراسة كمان. شايفكم مترددين ما بين شيئين، حاولوا ان انتوا توصلوا لقرار من الشيئين دول. ممكن تكون والدتكم مثلا عاوزة شيء، او حد من الاسرة عاوز شيء، وانتوا عاوزين شيء تاني يعني. وعلشان كده عندكم طاقة من التردد. حاولوا ان انتوا ما تترددوش كتير. ممكن في حد منكم مثلا بيحب حد زميله في دراسة او كده، وفي رفض من الاهل، وارد برضو، الطاقة دي موجودة. بالنسبة للنصيحة بتاعتكم، انا شايف ان انتوا في عندكم سفر. ممكن يكون السفر ده لدراسة او لعمل، وممكن يكون الاهل رافضين السفر ده، لكن بصراحة انا شايف ان السفر ده فيه خير. حاولوا ان انتوا تقنعوا الاهل بيه. خليني برضو اشوف لكم نصيحة الملائكة. اوكي، هو هنا بالنسبة للعمل يعني بيقولك ان انت خبرتك الداخلية، او قصدي الخبرات اللي عندك يعني، بتعكس قد ايه انت موهوب، وقد ايه انت من الداخل عندك قدرات عالية جدا. فتقريبا يعني، وحتى الكارت ده برضو نفس الشيء. فغالبا النصيحة دي بقى طالعة عشان العمل. انت عندك خبرات كتير، والخبرات دي بتعكس قد ايه ان انت موهوب، وان انت عندك حاجات كتير محتاج ان انت تطلعها. فجو اهيد، لو هتبتدي بيزنس او لو هتعرض قدراتك في شيء، ابتدي طلع كل اللي جواك، لان انت عندك ما يكفي، وان ده الوقت المناسب. حتى هنا هو بيقولك يس، ابتدي. ولو انت في عندك يعني برضو استفتي قلبك بالنسبة للعاطفة، شوف انت روحك الداخلية بتقولك ايه، وانت حاسس بايه، وانت عاوز تعمل ايه. وثق في روحك الداخلية، وثق في اللي نفسك هتقوله لك، لانه صحيح يعني. فده بالنسبة للقراءة العامة. قبل ما انسى الابراج، عندي هنا برج الدلو او الميزان. يعني الكارت ده هو برج الدلو اصلا، بس ممكن انا بحسه شوية ميزان برضو.
في برج العذراء، برج الميزان طالع تاني هنا، برج الحمل قوي. بس الطاقات في مائية وهوائية. تصوروا مفيش ترابية غير كارتين بس، كارتين بس للترابية عموما. يعني هي لو القراءة ماشية معاك تبقى هي بتاعتك يعني. فده بالنسبة للقراءة العامة. أما بالنسبة للمنفصلين والعزاب، خليني أشوف الأول المنفصلين، سواء كانوا منفصلين في طلاق أو منفصلين في علاقة عاطفية، إذا كان في احتمالية للرجوع هذا الشهر ولا لا، للناس اللي هي بتفكر في رجوع. هل يوجد رجوع للمطلقين والمنفصلين من برج الجدي هذا الشهر؟ هو الشخص ده بيحبكم قوي يا برج الجدي، وحاسس ان هو انتوا الاتنين على فكرة مفتقدين بعض قوي، لكن حاسين انه خلاص كل واحد بص للامام. وعلى الرغم من انكم بتحبوا بعض قوي، لكن انتوا ابتديتوا تركزوا على شغلكم وعلى حياتكم المادية بالاكتر والعملية، بتفكروا في بعض ومتواصلين مع بعض، لكن انتوا الاتنين تقريبا منتظرين بعض وكل واحد منتظر التاني هو اللي يبتدي. في كمان أسرار انتم مخبيينها عن بعض ومش مصارحين بعض بيها. هنا بيقول لك the situation will improve، الموقف هيتحسن، فخليك زي ما انت، ما تعملش اي حاجة، خليك في طاقة الانتظار اللي انت فيها دي، وهو الموقف هيتحسن لوحده، لان في كتير حاجات انت مش عارفها ومش هتعرفها دلوقتي. فانتظر لحد ما الموقف يتحسن لوحده، ساعتها هتكون عارف انت هتعمل ايه. اما بالنسبة للعزاب، خليني اشوف هل يوجد حب قادم في الطريق لهذا الشهر ام لا. سوري، وتقريبا على فكرة الشخص ده انت هتتعرف عليه من خلال الشغل الجديد اللي انت هتبدأه. لو انت قررت ان انت تبتدي شغل جديد، هتتعرف على حد جديد وهتبتدوا مع بعض قصة حب جميلة قوي. سوري. وانتوا الاتنين هتكونوا شبه بعض قوي في كل حاجة يعني. فدي كانت القراءة بتاعتكم يا برج الجدي. اتمنى ان انا اعرف رأيكم في القراءة، إذا كانت انطبقت معاكم ولا لا، ولو انطبقت انطبقت بنسبة قد إيه. طبعا يهمني إن أنا أعرف رأيكم. كمان اللي ليه أي أسئلة أو أي استفسارات، تحت الفيديو هيلاقي وسائل التواصل موجودة. متشكر جدا ليكم يا برج الجدي، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.